معه. من خاف الله وعظمه وأبى أن يقتل الناس الأبرياء فإنه يقتل مباشرة. حتى حدثني بعض أهل درعا بأنهم رأوا مئات الجنود قتلى في الطرقات، قتلهم أصحابهم وزملاؤهم. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لما جمع الناس في حجة الوداع وبين يديه مئات الناس بل عشرات الآلاف ممن اجتمعوا من كل فج عميق، وإذا به عليه الصلاة والسلام يصرخ خطيبا في هؤلاء جميعا مبلغا مبينا يقول لهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. ثم قال: ومن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وعند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار، لأكبهم الله تعالى في النار. ولا تزال الجراح تسعب دما من المأساة التي قبل 30 سنة فعلها حافظ الأسد لما دخل على الناس بقواته بآلاف جنده في حماه وجعل يذبحهم ذبح النعاس ويقتلهم قتلا في الطرقات وفي البيوت وفي غيرها. وإنك لتقرأ القصص التي يسردها بعض من نجا لما كانوا أطفالا، إما اختبأوا في المقابر أو اختبأوا في أقبية البيوت ولبثوا أياما فيها حتى كادوا أن يهلكوا. لما تقرأ اليوم قصصهم لا تستطيع والله أن تكمل القصة، بل تتذكر ما فعله التتار أيام هولاكو لما دخلوا واستباحوا بغداد حتى قتلوا الناس تقتيلا وبكى على الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان وجعلوا يقتلون الناس فيها قتلا. حتى أرسل شيخنا رحمه الله تعالى شيخ بن باز من عام 82 ميلادي أرسل إلى ذلك الطاغية بنصيحة يقول: لماذا تقتل المسلمين؟ لماذا تفعل بهم مثل ذلك؟ ويحذره وينذره من غضب الله تعالى وما يصيبه به. وأذكر أني قبل 20 سنة سمعت شريطا للشيخ أحمد القطار رحمه الله تعالى مما وفقه الله تعالى وحفظه، مما قال فيه أنه خطب خطبة عن أحوال سوريا أيام حافظ الأسد، ثم قال في أثنائها: أرسلت أخواتنا المسلمات القابعات في سجون طاغوت الشام رسالة هربت يقولن فيها: يا إخواننا دمروا السجن علينا لقد حملنا من الجنود ونحن في الأشهر الأخيرة. ثم جعل الشيخ يبكي في خطبته وكأني والله أسمع هذه اللحظة، جعل يبكي ويقول: أي سماء تضلنا وأي ثياب تلفنا وأي أرض تقلنا وأختنا على مثل هذا الحال تغتصب في ذلك الموضع والمكان. هذا الكلام سمعته قبل 20 سنة ولا يزال إلى اليوم يقع ما يقع في تلك السجون. وما رأيت أحدا خرج من سجن سواء من مصر أو من تونس أو من سجون ليبيا أو من سجون سوريا إلا وجدت الذي وقع في سجون سوريا من التعذيب والتنكيل والاضطهاد والاستعباد ومحاولة الإهانة أعظم والله مما يفعله أولئك سواء في مصر أو في غيرها. حتى إنك لتعجب مما يخترعون من أساليب يعذبون بها الناس تعذيبا. ولولا خشيتي على أسماعكم وقلوبكم لذكرت لكم بعض ما بين يدي من أنواع التعذيب الذي حدثني به إخوة سجنوا في ذلك المكان. بل أصبح من الطبيعي أن يغيب الرجل عن أسرته 20 سنة و30 سنة و40 سنة ثم يبقى أهله لا يدرون أحي هو أو ميت. وقد رأيت شخصا قبل 2 أو 3 في المطار، أخ من سوريا ويعمل في السعودية، فسألته عن أحواله وعن أبيه وأمه فقال: يا شيخ أما أبي فأنا منذ ولدت لم أره
منذ 38 سنة وهو في السجن، لا ندري هل هو حي أو ميت. أي طغيان هذا؟ أي ظلم يفعله ذلك الظالم، ذلك الطاغية وزمرته؟ أي استعباد للعباد مما لم يفعله غيره؟ أتحدى أن تجد في تلك السجون رجلا من اليهود قد عذبه أو قد قبض عليه، ممن يعبثون اليوم بالجولان التي سلمها لهم أبوه ثم تنازله عنها قبل 11 سنة مضت. إذا تأملت في حاله وجدت أنه يظلم كل هذا الظلم ولا يكاد أن يصيب ظلمه إلا إخواننا من العباد والصالحين. طاغ تمرس في إهانة شعبه وأراد فيهم كل فعل منكر، كم عالم ألقاه في زنزانة مشؤومة، كم عابد ومفكر، ولكم أراق دماء قوم ما لهم ذنب سوى التقوى وحسن المخبر. سنوات حكم عاشها متخوضا يبتاع في سوق الضلال ويشتري. يا سوريا يا شعبه الحر الذي منذ انطلاق الظلم لم يتحرر، يا سوريا يا ساحة الأحرار، يا وطنا محى أسطورة المستعمر. يا أيها الشعب المجاهد إننا لنرى ملامح وجه نصر مسفر، خذ من أحبتك العزاء فإنهم حضروا وإن أجسادهم لم تحضر. يا رب أنقذ سوريا من ظالم ما زال يمشي مشية المتبختر، وامن على المستضعفين بساعة يلقون فيها النصر دون تأخر. نعم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، ذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فرعون الظالم الأول لا يزال له إلى اليوم أشباه ممن يقارنونه وينافسونه في ظله وفي استعباد الناس. هذا الخبيث لا يزال يكذب على العرب ويتغنى بالعروبة، ونحن لم نسمع يوما طلقة أطلقها على جيرانه من اليهود. مهما فعلوا بغزة، مهما انتهكوا، مهما سلبوا، مهما يسموا، لم نسمع يوما بطلقة أطلقت من عنده على أولئك اليهود، بل سلمهم ما سلمهم من أراضي المسلمين دون أن يلتفت إلا إلى مصلحته وجبنه وخيبته. وحاول أن يجعل أهل سوريا شيعا، حاول أن يفرق الصف هناك، فالكل هناك سائر في سوريا، سواء أهل السنة أو الشيعة أو النصارى أو النصيرية والعلويون أو غيرهم، الكل سائر ضد هذا الظالم الطاغية. فيحاول الخبيث اليوم أن يزرع بينهم الفتن لأجل أن يشتغل بعضهم ببعض، كما قال الله تعالى عن فرعون وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. أيها المسلمون، إن أحوال إخواننا هناك لتوجب علينا جميعا نصرتهم بقدر المستطاع، توجب على حكام المسلمين الذين يتولون أمور المسلمين في جميع البلدان والذين طالما اجتمعوا مع ذلك الطاغية في مؤتمرات ومجالس، توجب عليهم مناصحته وبذل النصيحة له وتحذيره مما يفعل، ورفع الأمر إلى الجهات الدولية التي تحقن دماء إخواننا هناك. توجب علينا نحن مناصرة إخواننا بالدعاء والوقوف معهم والمشاركة فيما نستطيع من وسائل الإعلام والخطب وغيرها، لعل الله تعالى إذا لقيناه ألا يرانا قد قصرنا في شيء من نصرة إخواننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، أسأل الله تعالى أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يتقبل شهداءهم، أسأل الله أن يرينا في الطاغية هناك عجائب قدرته، وأن يرينا ذلك في زمرته الذين يتعاونون معه على الباطل. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد ذكر أكثر أهل العلم في زماننا اليوم الكلام عن نصرة إخواننا في سوريا، حتى قال شيخنا الشيخ صالح بن الحيدان وفقه الله تعالى وهو يؤيد إخواننا في سوريا على ما هم عليه من رفع الظلم والطغيان من ذلك المتحيز القدر، وكان الشيخ وفقه الله يقول لهم في فتوى نشرت في عدة وسائل كان يؤيدهم على أن يواصلوا جهادهم ضد ظلمه، ويقول حتى لو مات الثلث لأجل أن يبقى الثلثان على خير وصلاح. وكذلك فعل اتحاد علماء المسلمين وعدد من المشايخ والعلماء أصدروا في ذلك بيانات، فإخواننا هناك على حق
ونسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءهم، نسأل الله أن يتقبل شهداءهم وأن يداوي جرحاهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجعل العاقبة لهم كما قال عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في الشام. اللهم أنزل عليهم نصرك يا قوي يا عزيز، اللهم أنزل على إخواننا نصرك وتأييدك، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم رد كيد الباغين في نحورهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في طاغوت الشام، اللهم لا ترفع له راية، اللهم اجعله لمن خلفه آية، اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله، اللهم واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمتهم في اليمن على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم في اليمن على الخير والهدى، اللهم ول عليهم خيارهم وابعد عنهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم نسألك لإخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا أن تجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم تقبل شهداءهم وارفع قدرهم وطيب نزلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.